بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد والتابعين إليه بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الوزير والأخ سيد علي خالدي وزير قطاع الشباب والرياضة، زميلاتي والبطلة الكبيرة سليمة سواكري، لكم تحية وكذلك تحية إلى كل الأسرة الإعلامية. حقيقة أني كان لي شرف أن أعمل مع سيادة الوزير سيد علي خالدي في هذا القطاع، رغم الظروف الصعبة والحصار، الحصار اللي نقول حصار الوباء الكورونا اللي ما خلناش لربما نكونوا في الواجهة، لأن احنا كي جينا من محبة الوطن، إخلاص الوطن، كما شرفنا وتألقنا في 10 سنين السوداء، كان لنا الشرف أن الجزائر أعطتنا الكثير وأعطتنا الكثير، وبها اللي تألقنا وشرفنا رأية الجزائر. كان واجب وطني لما عينت من طرف سيادة رئيس الجمهورية المحترم سي عبد المجيد تبون، هذاك ما كان إلا تدل على وطنيته وإخلاصه لرموز الجزائر، وكذلك للسيد الوزير الأول عبد العزيز جراد، نشكرهم كثير على الثقة اللي وضعوها في شخصي. عملنا وجهدنا وضحينا في تقريبا ست أشهر، لربما راكم لاحظتوا في عدة خرجات كانوا رياضيين كانوا مدراء اللي في النسيان، رجعنا لهم الاعتبار وحيناهم جديد، لأنهم دائما نقول هما همزة وصل وجسر لبناء جيل المستقبل الرياضة الجزائرية. حنا فخورين واش قدمنا رغم الصعوبات في خرجاتنا وفي استقبالنا الرياضيين، ما يقارب 120 نشاط من بينها خرجات ومن بينها استقبال رياضيين ومن بينها تكريمات. الفترة اللي كانت حساسة وحنا كنا على كل حال مطالبين بالتألق بالنجاح وبالحصول على الميداليات، ولكن الظروف الصعبة ما سمحتناش، لأن عدة بطولات عربية وإفريقية اللي كانوا رياضيين قادرين يجيبوا الميداليات وما كان لناش الحظ باش نجيبوا هذه الميداليات، ولكن اليوم في استمرارية في العمل، في تضامن في العمل، والكفاءة تاع سيادة الوزير سيد علي خالدي إداريا، والكفاءة تاع زميلتي سليمة السواكري البطلة ولها تاريخ ولها كفاءة وخبرة، قادرين باش يطوروا الرياضة الجزائرية ويرفعوا المستوى تاعها. ولكن نقول يد وحدة ما تصفق، لازم تضامن، لازم اتحاد، وخاصة الأسرة الإعلامية اللي هي مشكورة في الخرجات لأنها غطت كل الأهداف، وهذا واجب باش تكون متضامنة في هذا العمل، والعمل يهم الجميع. نتمنى التوفيق والنجاح للرياضة الجزائرية، وإحنا في خدمة الوطن وفي خدمة الجزائر، ومرة أخرى تقديري واحترامي وشكري لسيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة مع السيد الوزير الأول سيد العزيز جرال. مشكورين ونتمنى النجاح والتألق للحكومة تاعنا، ونتمنى النجاح والتألق للشعب الجزائري، ونتمنى الاستقرار والصحة والعافية، ونتمنى ربي سبحانه وتعالى أن يرفع علينا هذا الوباء وتكون الجزائر دائما آمنة مطمئنة. تمنيت لكم التوفيق سيادة الوزير الأخت والبطلة والعزيزة علينا سليمة السواكري، نتمنى لكم التوفيق في هذه المهمة، وإحنا في خدمة الرياضة الجزائرية. المجد والخلود لشهداء الأبرار، تحية الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.